طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، ومعانا الدرس الثالث أنا والأصدقاء. يلا بينا نقرأ الدرس مع بعض. لا أدري لماذا تذكرت الآن اليوم الأول عند قدومي إلى مدرستي. كنت وقتها أشعر أنني بلا أصدقاء، فقد انتقلت من مدرسة أخرى لأن والدي انتقل إلى عمل جديد في مدينة أخرى. كم كنت أتمنى وقتها أن أجد زملائي معي، لأن الصداقة كنز لا يفنى، ولأنني أحبهم وأحب أن أكون معهم دائما في السراء والضراء. في مدرستي الجديدة تعرفت إلى أصدقاء كثيرين، ومع ذلك كنت أتذكر أصدقائي القدامى. كل أصدقائي الجدد يحبون المدرسة، وكلهم متفوقون، وقد تبادلنا أرقام الهواتف. اتصل بي أصدقائي القدامى وكذلك أصدقائي الجدد. أشعر بالسعادة تغمرني، وقد أردت أن أقوي ما بيننا من صداقة وزمالة. ودعوت الجميع إلى بيتنا الجديد لنقضي معا بعض يوم. كم كانت فرحة الأصدقاء الجدد وكذلك فرحة الأصدقاء القدامى، وكان كل منهم يتعرف إلى الآخر، ووجدنا أنفسنا مثل الإخوة نلعب معا ونضحك معا، وأخذنا نتحاور حول أجمل العبارات عن الصداقة والأصدقاء. قال حازم: صديقك من صدقك لا من صدقك. وقالت أميرة: الصديق مرآة صديقه، وخيركم من أهدى إلي عيوبي. وقال رامز: الصديق وقت الشدة هو الصديق الحق. قلت للجميع: أهلا بالصداقة والأصدقاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نشوف المفردات والكلمات الجديدة. هنشوف مع بعض الكلمة ومعناها. يفنى أي ينتهي، أشعر أحس، السراء والضراء الرخاء والشدة، أتمنى أرغب، اتخذه صديقا أي جعله صديقا له، الهواتف التليفونات، صدقك أخبرك بالصدق، السعادة السرور، أهدى إلي عيوبي نبهني إليها، تغمرني تغطيني، أحسنكم خيركم، نتحاور نتكلم. كلمة ومضادها: أدري مضادها أجهل، تذكرت نسيت، الأول الأخير، أحبهم أكرههم، دائما مؤقتا، السراء الضراء، أردت كرهت، أقوى أضعف، يتعرف يجهل، نضحك نبكي، أجمل أقبح، أجد أفقد، الصداقة العداوة، يفنى يبقى، يحبون يكرهون، متفوقون متأخرون، السعادة الحزن، أتمنى أكره، فرحة حزن، قال سكت، صدقك كذبك، صدقك خالفك، كثيرين أقلاء،
القدامى الجدد، قدومي انصرافي، أصدقاء أعداء، انتقلت ثبتت، جديد قديم، الجديد القديمة، خيركم شركم، عيوب مزايا، الشدة الرخاء. تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة وإجاباتها الخاصة بالدرس. سين واحد: ماذا تذكر مروان؟ تذكر مروان اليوم الأول عند قدومه إلى مدرسته. سين اتنين: لماذا انتقل مروان إلى مدرسة جديدة؟ انتقل مروان إلى مدرسة جديدة لأن والده انتقل إلى عمل جديد في مدينة أخرى. سين تلاتة: ماذا تمنى مروان ولماذا؟ تمنى أن يجد زملائه معه لأن الصداقة كنز لا يفنى، ولأنه يحبهم ويحب أن يكون معهم دائما في السراء والضراء. سين أربعة: على من تعرف مروان في مدرسته الجديدة؟ تعرف إلى أصدقاء كثيرين. سين خمسة: ما أهم صفات أصدقاء مروان الجدد؟ أو السؤال بشكل مختلف: بما وصف مروان أصدقاؤه الجدد؟ وصفهم بأنهم يحبون المدرسة وكلهم متفوقون. سين ستة: ماذا تبادل الأصدقاء في مدرسة مروان الجديدة؟ تبادلوا أرقام الهواتف. سين سبعة: متى شعر مروان بالسعادة؟ شعر مروان بالسعادة عندما اتصل به أصدقاؤه القدامى وأصدقاؤه الجدد. سين تمانية: من الذين اتصلوا بمروان؟ أصدقاؤه القدامى وأصدقاؤه الجدد. ماذا فعل مروان ليقوي الصداقة بينه وبين أصدقائه القدامى والجدد؟ دعا الجميع إلى بيته الجديد ليقضوا معا بعض يوم. سين عشرة: ماذا حدث بعد حضور الأصدقاء لبيت مروان؟ كان كل منهم يتعرف إلى الآخر ووجدوا أنفسهم مثل الإخوة، يلعبوا معا ويضحكوا معا ويتحاوروا حول أجمل العبارات عن الصداقة والأخوة. سين 11: من الذي دعا الأصدقاء القدامى والجدد إلى بيته؟ وعلى ما يدل ذلك؟ الذي دعا الأصدقاء القدامى والجدد إلى بيته هو مروان، ويدل ذلك على حبه الشديد للأصدقاء. سين 12: ماذا قال حازم عن الصديق؟ قال حازم عن الصديق: صديقك من صدقك لا من صدقك. سين 13: ماذا قالت أميرة عن الصديق؟ قالت أميرة عن الصديق: الصديق مرآة صديقه، وخيركم من أهدى إلي عيوبي. سين 14: ماذا قال رامز عن الصديق؟ قال رامز عن الصديق: الصديق وقت الشدة هو الصديق الحق. سين 15: من هو الصديق الحق كما قال رامز؟ الصديق الحق كما قال رامز هو الصديق وقت الشدة. تعالوا نحل التدريبات مع بعض الخاصة بالدرس، وزي ما تعودنا هنقرأ الفقرة ونبدأ بعدها نحل الأسئلة. لا أدري لماذا تذكرت الآن اليوم الأول عند قدومي إلى مدرستي، كنت وقتها أشعر أنني بلا أصدقاء. أكمل: مرادف أشعر، أحس، جمع اليوم، الأيام، مضاد جديد، قديم، مفرد أصدقاء، صديق. ماذا تذكر مروان؟ تذكر اليوم الأول عند قدومه إلى مدرسته الجديدة. السؤال اللي بعده: لماذا انتقل مروان إلى مدرسة جديدة؟ لأن والده انتقل إلى عمل جديد في مدينة أخرى. السؤال اللي بعده: ماذا تمنى مروان ولماذا؟ تمنى أن يجد زملائه معه لأنه يحبهم ويحب أن يكون معهم دائما في السراء والضراء. السؤال اللي بعده:
اتصل بي أصدقائي القدامى وكذلك أصدقائي الجدد، أشعر بالسعادة تغمرني وقد أردت أن أقوي ما بيننا من صداقة وزمالة. هات مرادف تغمرني أي تغطيني، جمع بيت، بيوت، مضاد القدامى، الجدد، مفرد الهواتف، الهاتف. السؤال بعده، ما صفات أصدقاء مروان الجدد؟ صفاتهم أو اتصفوا بأنهم يحبون المدرسة وكلهم متفوقون. لماذا شعر مروان بالسعادة؟ شعر مروان بالسعادة عندما اتصل به أصدقاؤه القدامى وأصدقاؤه الجدد. ماذا أراد مروان؟ أراد مروان أن يقوي علاقته بأصدقائه من صداقة وزمالة. السؤال بعده، كم كانت فرحة الأصدقاء الجدد وكذلك فرحة الأصدقاء القدامى، وكان كل منهم يتعرف إلى الآخر. هات مرادف نتحاور أي نتبادل الحديث، جمع وقت أوقات، مضاد الصداقة العداوة، مفرد العبارات العبارة. ماذا حدث بعد حضور أصدقاء مروان القدامى والجدد؟ تحاوروا حول أجمل العبارات عن الصداقة والأصدقاء. السؤال اللي بعده، ماذا قال حازم ورامز عن الصداقة؟ قال حازم، صديقك من صدقك لا من صدقك. وقال رامز، الصديق وقت الشدة هو الصديق الحق. سؤال هيه أكمل خريطة الكلمة. كلمة السعادة، السعادة نوعها اسم، طبعا ألف واللام من علامات الاسم والتاء المربوطة من علامات الاسم، يبقى نوعها اسم. مرادف السعادة الفرح والسرور، مضادها الحزن والشقاء. جملة، وزي ما اتفقنا أي جملة مفيدة تنفع مش شرط جوه الدرس. ممكن أقول أشعر بالسعادة عندما أرى أصدقائي. أشعر، ممكن جملة تانية، أشعر بالسعادة وسط أسرتي الجميلة. رقم دال أكمل شبكة مفردات كلمة الأصدقاء. إيه شبكة الأصدقاء؟ الصدق، الإخلاص، التعاون، الترابط، والوفاء.